الله الرحمن الرحيم سريعا. الزملكاويه الحقيقيين اللي عندهم كرامه وكبرياء ده اللي انا بخاطبهم. العيال التافهه اللي كانت بتجري ورا مشتغلات امام عاشور ما لهمش علاقه باللي انا هقوله. باختصار امام عاشور جه عيط هنا في المكان ده وجاب امه عيطت وجاب اخوه عيط عايز مستقبلي عايز احترف في اوروبا المستقبل هناك. امام عاشور كان فاضل له 6 أشهر ويطلع مجانا. قعدنا نقول له يا ابني اللي انت عايزه هنديهولك صمم سافر. راح الدنمارك لعب 5 ماتشات قعد اسبوع فقط.